بسرعة يلا قبل ما حد ياجي بسرعة يا راجل. ماشي ماشي بس قوم انت بدي ابصه. دقيقة واحدة دقيقة بدي ابصه عشان بهاي في وقت الرايد. يلا قوم. ماشي. بسرعه بس بسرعه. ها يا حجال. لا طيب يلا خلينا نجيب لنا شويه حشيش للبهايم عشاهم وفطرهم. يلا بسرعه بسرعه يلا عشان البهايم. يلا بقول لك براحتها يا راجل احنا كل يوم بنسرع. حد يشوفنا؟ لا هاي ده ملوش معانا. انا النهارده اتاخرنا كل يوم. انا بناجي بدري وبنخلص قبل المغرب. اقعد اصحي فيكم انا كل يوم. يا واحد قاعد على النت والثاني نايم لي بالعافيه واصحي فيه. والله والله ما قاعدين احنا دلوقتي. ابا يشوف بناجي متى وبتجيبنا ثاني نحش ثاني. احنا فاضيين كل دقيقه جايين لنا واحد. لما تعب والله ما راح تاكل من فين انت وانت وانت وامه. طب انا اللي قاعد يعني ما عندي وقت. طب ما اعمل لك ايه انا كل يوم اقعد اصحي فيكم انا. كل باب شغل ما فيش راحه ولا دقيقه. وانا النهارده جاي تعبان ما قدرش احش. يا تمام ما بالعافيه انا هادي. ما اتحمل حميل انا. ما هتحمل انت بس بالعافيه هادي مصحيك من النوم يا هاد. بالعافيه هادي مصحيك من النوم يا هاد. انا هاد. اعمل لكم ايه انا؟ انا ما قدرش انا جاي تعبان. انت قاعد لي نايم والثاني قاعد لي على النت. انا جاي تعبان اصلا. لما هذا الوقت احنا هنخش خلاص يعني ايه هذه المحشيه. انا بقينا نروح للبهيمات. حمل بس ما تاخرنا النهارده. لا ما تقلقش خلاص كل يوم نحش وبقيهم الحين نلحق نحملهم ونلحق نمشي ونروح للبهايم بخير. لما نشوف هذا الشتي تسلم علينا النهارده هنا. لا هنلحق ثلاث دوام بس. يلا بس كبت انت العربيه شويه عشان نلحق. ما شدينك خليك اكثر من كذا ثاني. ما بس نلحق ايه نعمل لها شفتين قوام. والله صحينا بدري كنا جينا زي الناس كلها عشت ومشت. ما احنا جايين متى من الدار؟ جايين الساعه 2 ما لحقناش حتى خدنا لنا شويه رجعنا ورحنا عدينا كذا. الساعه 2 يعني بتعبني انت وهو. اما انت شفت النهار كل نهار ده واحنا بنعبي فيه الشبك. انزل وروحنا البيت عشان ايه البهيمه. انزل خلينا نخلص انزل. النهارده بقى هعمل لك حميل عشان ظهري وجعني. سامع الصوت انا؟ شوف سنة هنزل العربية. نزل العربية بسرعة. نزل العربية. اسكت حمار يا اسكت حمار يا جمال. شوف لي في حد هنا ولا يا نيان القدي. هات لي الدائر يا هات لي الدائر بسرعه. استنى يا استنى علي. تعال وراي. تعال بسرعه. مين ديله؟ مش عارف اول مره. استنى خليك هنا استنى. وانا اقول مين باجي كل يوم يحش هنا. قلت لك ان امبارح كان مسروق الحشيش. انا تبعتك شلل. لف المنوره لف المنوره لهم. لف المنوره بسرعه بسرعه من غير ما حد يشوفه. هات الدايره يا بسرعه. قول مين بحش في الزرع يا والله. هات الدائرة يا والله اول مرة. هات الدائرة يا هات الدائرة يا جمال. وانا اقول قوم يا قوم يا قوم يا سيبوا هات الدائرة. سيبوا خلاص سيبوا يا معلش يا عم. العب له والله اول مرة. والله يا عم ها سيبوا يا جمال. اول مرة اربط يا والله اول مرة اربط يا اول مرة. وانا اقول لك شغال حش في الزرع. اربط 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 اربط
يا شباب، حتى لا تعرف الزر.